يسعد الله يا رب اوقاتكم بكل خير. طلبتوني كثير تحدي الضحك، تحدي الضحك، تحدي الضحك. اليوم انا بعطيهم نكت بالعربي ان شاء الله يفهمونها، لكن هالمره بنعبي فمهم ما ونشوف ترى اللي يطلع المويه يخسر. زين يلا على على كل على كل اذا طلع مويه يعني 10 دولار راحت. ايوه زين نبدا من اول نكته. اوكي قبل كل شيء كل عام وانتم بخير، هلل وكبروا بهالايام الفضيله، عسى الله يديم افراحنا وافراحكم يا رب، ولا تنسونا من كبده الاضحيه. الله النكته الاولى. أو يلا اشرب مويه. لازم احط مويه كاميرا. زين يلا نشوف. لازم تعبوا فمكم زين مو غش. يلا مره 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 يا عزوز طلع لي مجودي قاعد ينحاش. وش طبقها خلاص ما بدينا. طيب عزوز يلا يقول له في وحدة تبي تذبح زوجها حطت له مسدس في الأكل. ما يفهم أنا بخسر على طول أدري. طيب لا يبغى تحدي الحال. طيب يقول لك فيه فيل تزوج سمكة جابوا سمك فيلين. خلاص خسرت مرة. ابلع الموية. حلوة ذي. طيب يلا مرة ابغى تعبي فمك. اللي بعده هذه اسرع فلوب مقدمه كذا على طول. يلا جاهزين؟ طيب اللي بعده جاهز مويه. طيب يقول لك في واحد يعني يبغى يتعلم امور الصيد، فراح لواحد يعني فنان وفي البر وكذا، قالوا شلون تصيد الارنب؟ قال اتخبى تحت الشجره واقلد صوت الجزر. افا هي حلوه. اكتبونا اكتبونا التعليقات، اكتبونا التعليقات. ماشي جزر. طيب مويه ابغى مره هذه نكته بتنفع لهم انا متاكد لان فيها شويه انجليزي. لا 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 يلا عزوز مختبر هو. يقول لك في فيل ما راح الدوام ليش؟ يقول اي دونت فيل جود. I don't feel good يعني انا عارف بيعجبهم الاشياء. راحت بي خلاص. لا لا فيديو باذن الله بعد هذا انا وانت. سبحان الله احيانا الواحد يحب يسمع سخافه. طيب يلا مره ابغى مره. خليها بدك ابغى. لا الحين كم خسرت مره. لا ما عليك بحطها بالشاشه على تنك. يلا. I don't feel good. يلا عزوز ان شاء الله ماسك نفسه. عزوز يلا عزوز ما اخذ الموضوع. يقول لك كان في واحد يبي يقطع الشارع ما لقى سكين. يلا تدرون والله ما ادري كم رقم النكته اللي انا وصلت لها لكن بشوف. يلا اذا خلصت. يقول لك إيه؟ في مصنع قهوه انفجر وقال ضن.
انت في لا يدخل بدون علم بسم الله عليك. اللي ما فهم النكتة يعني فجأة يقول بوم عشان مصنع قهوة فيها بون قد بون. ما دي حتى تفسيرها ما عنده حلو. بسم الله عليك. استغفر الله العظيم. خلاص يلا عم نشوف الحين أنا وأنا ما أنت تيجي أحط نقاط. طيب. والله عينها حمراء. أنا قاعد أضحك وما دخلت عيني في نفس الوقت. عيد عيد أضحك يا ناس أضحك. والله افتحوا لكم أي شيء بعض الأحيان النكت السخيفة والله العظيم. والله أسخف نكت مود عالي صار ساعات الإنسان لو يكون مرة سيريس سيريس اللي إنسان جاد طول الوقت والله ما بيجيب الضغط ذا إلا نفسك يعني. يلا قول لهم كمان يجيبوا موية ويقعدوا يسووا تحدي معانا. يس. يجيبوا موية معاهم ويسووا التحدي معانا. يعني عشان يخرجوا اللي بعده. في استاذ كيمياء لقى أغنية تفاعل معها. ما ضحك. ما ضحك مش ضحك. حلوة ذي والله يسامحكم بس. يقول لك في واحد جاهز وتبصر موية. يلا سريع. يلا. ها. اشرب الموية. طيب. هذا كأنه أفشقة. المهم في واحد كان يسوق بالسيارة. ايوه. دعس الفرامل والبنزين مع بعض سوى سكرين شوت. تصوير شاشة. المهم. يلا. طيب. آخر نقطة آخر نقطة. يقول لك واحد فتح محل اسطوانات غاز. فجر تنتين يسوي دعاية. لا تقولوا لها الجملة أضحكوا بس ولا عليكم من هالتشاؤم أبدا. طيب آخر نكتة آخر نكتة آخر نكتة يا ربي لا ما سوى شيء آخر نكتة صلع زي لا آخر نكتة والله يا أخي سخيفة والله يا أخي سخيفة أنا من قوة سخافتها دمعت. يقول لك في آيس كريم طاح من الدور الرابع قال انحسوني. لا لا خلاص لا شيء طورة خلص الشعرتين اللي باقي الحمد لله ملابسة شايفوني لا لا طيب لا خلاص الظاهرة أنا طيب خلاص آخر واحدة آخر واحدة آخر واحدة زين يلا عشان ما يعرف والله ماني داري من اللي فاز فيها لا يزعج هذا زي النقطة يقول لك اللي فيه سمكة نزلت الموية غرقت لا هذه قوية بلا صب موية عليها الحمد لله ما قلتها يعني بشكل سيريس طيب خلاص أسوي تعبية موية مية وموية بنزين خلاص آخر واحدة آخر واحدة آخر واحدة والله تشتغل يلا 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 ها طيب عشان تحقق أحلامك لازم تسعى لأن تسعى ونص قفلوا مو كويس؟ ممكن ندور واحدة ثانية؟ يلا يلا آخر واحدة كمان طيب نسأل آخر والله ما أدري إذا في باقي ما 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 أشوف شيء والله خلاص أنا بقول واحدة أنا بقول واحدة أوكي؟ يلا أنا بقول واحدة بقولها بالإنجليزي وبترجمها تحت طيب أوكي؟
What does 20 do when she's hungry? What does the 20 do when she's hungry? ايش تسوي العشرين لما تكون جوعانة؟ 28! في باب في البيت هنا وفي باب بالجراج. شوفي اي باب كبير واطلع هنا. خلاص اشرب المويه. هذه فقط ترجمه ترى. لا 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 خلاص انتقم. وش هالام؟ يلا صح وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. يلا نمسح البيت. هذه توها صاحية من سمعت صوت الضحك. تعال يا تايجر صديق. شو صحناك من النوم؟ آسفين والله. Why can't the tiger hide? Why? Cause it's spotted. لا لا خذي قفص العصافير واضربي فيه. واحد حاقد على العصافير. عندي سنو عندي سنو عندي سنو عندي سنو. وش سنو؟ وش عندك ثلج وش يعني؟ نو اسمها جاكو عصفور. شقه شقه. ايوه شقه. عندي شقه مو في قشه شقه. ما ادري ايش قلت انا.